اليوم هي الجلسة الثانية من دورة ماي الخاصة بمجلس جامعة الدار البيضاء. اليوم تنعتبر هذا اليوم هو أهم جلسة، هي جلسة تاريخية لهذه المرحلة الانتدابية، لأنها فيها المصادقة على برنامج عمل الجامعة، برنامج عمل الجامعة اللي برنامج طموح اللي بواحد التكلفة إجمالية تقدر ب 40 مليار ديال الدرهم، فيه مشاريع كبيرة تنموية داخل مدينة الدار البيضاء، فيها يعني خلق مجموعة من المراكز ديال معالجة المياه العادمة، فيه برنامج كبير جدا تخص بتثمين النفايات من خلال خلق واحد مصنع ديال النفايات، في إعادة النظر في الإنارة العمومية من خلال خلق واحد مجموعة برامج، في المساحات الخضراء، في الشق البيئي يعني خد الحصة الأسد في هذا البرنامج، في كورنيش عين السبع، في مجموعة من المشاريع وجيل جديد من المشاريع اللي غتعطر النور واللي كلها يعني ترقى إلى مستوى انتظارات والتطلعات ديال الساكنة ديال الدار البيضاء. طبعا بالنسبة لي برنامج عمل جماعة الدار البيضاء، يعني الإشكال الذي وقع فيه هو أننا لم نتم مناقشته، وبدأنا جيدا فيه ولكن انتهينا بطريقة غير لائقة بجماعة الدار البيضاء، فكان لو أنه يعني تعطات الفرصة للنقاش أكثر كانت الأمور ستكون أحسن، وكان موقفنا سيكون أحسن من هذا الموقف اللي خدينا اليوم. طبعا بغض النظر على واحد مجموعه ديال اولا عدم الوضوح بالنسبه لمصادر التمويل، عدم الوضوح بالنسبه للعلاقه مع بعض الممولين من السي دي جي، ثانيا عدم تمكيننا من التشخيص، وهذا شيء مهم لان التشخيص هو كل شيء في البرنامج. اذا كان التشخيص غلط معناه داكشي اللي جاي ما بني على باطل فهو كله باطل. مثلا هما خداو اولويه ديال القضيه ديال المنتزهات، المساحة الخضراء والمنتزهات. المنتزهات من غتشري لها الفلوس ديال الارض ديالها؟ باش تشري الارض ديالها، باش تشري الارض باش دير فيها منتزه راه خاصك مال قارون، في حين ان الحل اللي كان خاص يعطيهم التشخيص ماشي هو يديروا منتزهات مفهوم التقليدي ديال ليزيسباس فير، ولكن هو يكملوا المشروع ديال التشجير اللي بديناه حنا، خاص واحد 125 مليون ديال الدرهم باش تكمل شجره لكل اسره. 125 مليون درهم تعطيها جامعة الدار البيضاء، و 125 مليون درهم تعطيها كازا أمينجمون باش تكمل المشروع ديال الشجرة لكل أسرة. هذا المشروع غادي في الطريق، علاش وقفوه؟ يعني راه خاصو يكمل باش راه التشجير هو الحل، ماشي هو المساحات الخضراء بالشكل ديال المنتزهات. المنتزهات راه خاصك ليها ميزانية ديال لاميناجمون، خاصك ليها ميزانية ديال اقتناء الأرض، خاصك ليها دراسات، خاصك ليها سير إمتى؟ في حين أن التشجير هو أمر خلوه. مثلا المياه العادمه يعني المعالجه ديالها راه ماشي ساهل، راه بواحد الثمن اللي هو باهظ جدا، في حين انه كانت المياه الشتويه كانت هي الحل. المهم التشخيص فيه اشكال وما ممكنناش منه لحد الان، وهذا شيء مع كامل الاسف ناسف لهذا الامر هذا، وصوتنا بالرفض لان ما كانش عندنا خيار اخر الا ان نصوت بالرفض، لان ما كانش واحد النوع من المواكبه حتى الاخير. بدانا بطريقه جيده لا باس بها، ولكن لم ننتهي بطريقه جيده. اذا اليوم كنا بطبيعه الحال كنديروا الدراسه والتصويت على مشروع برنامج عمل الجماعه. الموقف ديال الحزب الاستقلال كان واضح، عبر عليه السيد رئيس الفريق على اساس انه بالنسبه لنا في اطار الالتزام السياسي كمكون اساسي من التحالف ما يمكن الا نصوتوا بطبيعه الحال على المشروع. وفي نفس الوقت بطبيعه الحال دخلت انا باسم الفريق باش كنحاول ما امكن على انه نبين على انه عندنا واحد مجموعه الملاحظات على مستوى التنزيل ديال بعض المشاريع، وجملنا هذا الشيء في ثلاثه ديال الملاحظات الاساسيه. ملاحظه مرتبطه بالتوطين ديال المشاريع، لاحظنا على اساس انه ما كاينش هناك دقه في التوطين ديال المشاريع، يعني وهذا التوطين ديال المشاريع مرتبط بالعقار ومرتبط بحيازة العقار. وبطبيعه الحال انا بالنسبه لي عطيت نموذج على انه لو بغيتي دير مساحه خضراء خاصك هذاك العقار يكون في تصميم التهيئه ايضا راه خاص بالمساحه الخضراء. الا بغيتي دير ليه الحيازه راه بطبيعه الحال كاين فيه اجالات ديال الوقت وديال هذا، لانه الا بغيتي ديره بمسطره بطبيعه الحال ديال النزعه الملكيه راه كتطلب لك واحد سنتين، وكنلقاو حنا بانه كاين شي برامج غاده في هذا الاتجاه كتبرمج مثلا لسنه 2024، ولكن هذه المسطره ديال النزعه الملكيه كدوم واحد على الاقل سنتين، دونك كيف كيولي هذا؟ اذا هذه واحد مجموعه ديال النقط تفصيليه دقيقه
حنا ما تعطاتناش بطبيعة الحال في النقاش داخل اللجان، وحاولنا ما أمكن نبهوهم اليوم على أساس أنه بالنسبة لنا خصها تحاول ما أمكن أن تطرع وتعالج. هذا الشيء ديال التمويل بالنسبة للبرنامج ديال العمل، كاين واحد مجموعة ديال التصورات داخلة في إطار جوج ديال السيناريوهات اللي هما اقترحوا. تقترح السيناريو الأول هو أنه الرفع التدريجي بطبيعة الحال من المداخيل في حدود واحد النسبة ديال 10% سنوياً في إطار تراكمي على مستوى 6 سنوات، وفي نفس الوقت تقليص ديال النفقات بواحد النسبة ديال 5%. صعيب على أنه تقلص النفقات، وصعيب على أساس أنه ترفع المداخيل، لأنه عارف الإكراهات اللي كاينة، وعارف المشاكل اللي كاينة، وعارفين هذا، وعارفين الظروف اللي هي كاينة دابا الآن على أساس أنه بالنسبة، وهذا اللي جعلنا على أساس أن نبدي واحد التخوف على أساس أن هذاك الغلاف المالي ديال التمويل ديال البرنامج ما نحصلوش عليه، ولا ما حصلناش عليه يعني على أساس أن واحد مجموعة المشاريع راه ما تنفذات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع أصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.